اتفقنا اليوم بأن تكون لجنة مشتركة بين الجزائر وفرنسا، وستجتمع في يوم 11 فبراير القادم، يعني في الأيام القليلة القادمة بالجزائر. لجنة كذلك بالنسبة خاصة بالنسبة التعويضات الخاصة بالتجارب النووية في الجزائر وفي الصحراء الجزائرية. وهذا يعني بحد ذاته ينقسم إلى قسمين، فيه التعويض للأفراد وكذلك بالنسبة للمحيط والبيئة. يعني هذا مما يعني حسسنا به الطرف الفرنسي.